زي ما تابعنا معاكم أخبار جاليتنا المصرية في فرنسا، خلينا نروح للجالية المصرية بالكويت عبر الهاتف. معانا دكتورة داليا البيلي ممثلة الجالية المصرية بالكويت. صباح الخير على حضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك صباح الخير، أهلا بيك. الحمد لله، يعني طبعا كل سنة وحضرتك طيبة في البداية. وطمنينا بقى، أجواء الاحتفالات عندكم بدأت من إمتى؟ إيه الأجواء عندكم؟ في البدايه طبعا احب اتقدم بالتهنئه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه، ولحضره صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح، وللجميع حكومه وشعبا في الوطن الغالي مصر ووطن الثاني دوله الكويت الحبيبه. مع تمنياتنا بدوام التقدم والازدهار، وندعو الله ان يسود السلام والمحبه في العالم كله. أمين. طبعا بالنسبه للاحتفالات في دوله الامن، بالنسبه للاحتفالات في دوله الكويت، طبعا يعني احنا في امور مشتركه ما بين الشعب المصري وما بين الشعب الكويتي في طريقه الاحتفال بالاعياد. يعني احنا بنبدا من الصباح الباكر بصلاه العيد في الساحات زي مصر بالظبط، احنا هنا في الكويت بيكون عندنا صلوات العيد بتكون في الساحات، بعد كده بنكون حريصين على التجمع العائلي في فطور عيد الفطر. يعني هو هنا في الكويت بيسموه الريوق بتاع الفطور، احنا في مصر بنقول عليه الفطار بتاع العيد. طبعا بيكونوا حريصين طبعا انه زي مصر بالظبط لازم يكون ملابس العيد والفرحه ومظاهر التجمعات العائليه والذهاب للمنتزهات والجناين والبحر والملاهي والالعاب. يعني طبعا بتبقى فرحه في العيد مشابهه للفرحه في مصر. برضه بالنسبه في عادات برضه يعني نوعا ما مختلفه بالنسبه لطبيعه الحلويات، طبيعه المأكولات بالنسبه للكويت وبالنسبه لمصر، لكن احنا كمصريين هنا في الكويت بنكون حريصين على ان احنا نحافظ على بعض العادات عندنا هنا زي كعك العيد، زي البيت فور، زي البسكوت. يعني بنحاول. هو ده اللي كنت عايز اسال حضرتك عليه يا دكتوره. يعني أكيد الجاليات المصرية لها تقاليد مختلفة عن كل الجاليات التانية، طبعاً كلنا كلكم في الكويت يعني ما بتحسوش بالغربة زي أوروبا، إن الكل مسلمين والكل بيصلي العيد وخلافه، ولكن خصوصية المصريين بتظهر فين؟ خصوصية المصريين بتظهر في محافظاتنا، لازم كعك العيد، لازم الترمس، تجمعاتكم لبس العيد، التجمعات العائليه دي مهمه جدا، او تجمعاتنا كمصريين هنا في الكويت وتبادل التهاني دي ضروريه جدا بنعملها هنا في العيد هنا في الكويت. لازم يكون في الطابع المصري زي ما حضرتك قلت، احنا لينا عاداتنا اللي احنا بنحاول نحافظ عليها. برضه لبس العيد بالنسبه للكبار وبالنسبه للصغار لازم نحافظ على الامور دي. والعيديه طبعا يعني دي من اهم الحاجات اللي احنا بنحافظ عليها. طيب استاذه داليا، خليني ارجع معاكي بقى لورا سنه صغيره، وشهر رمضان، شهر رمضان بالنسبه للجاليه المصريه في الكويت بتقضوه ازاي؟ شكل التجمعات بيكون ازاي؟ هقول لحضرتك، اولا انا موجوده ومتربيه هنا في الكويت، فطبعا بالنسبه لطفولتي يعني ليا ذكريات كثيره بالنسبه لرمضان بالنسبه للعيد هنا في الكويت. اول حاجه يعني مش هقدر انسى وما زالت العاده دي مستمره، عاده الجرجعان. الجرجعان دي بيبقى تجمع، بيبقى الأطفال بنتجمع في شهر في نصف رمضان، بيتوزع أكياس من الحلويات مع أغاني معينة خاصة بالجرجعان. ما زالت العادة دي مستمرة هنا في الكويت للآن. طبعا بالنسبة طبعا الاهتمام بصلاة التراويح وإن احنا يكون في تجمعات عائلية هنا في خلال شهر رمضان بخاصة على الفطور وعلى السحور، الغطة الرمضانية بأمر مميز هنا في الكويت، لازم يكون في العشر أيام الوسطى في شهر رمضان تكون العائلات بتعزم بعضيها على الغطة الرمضانية. فيعني في حاجات جميلة لا يمكن أن ننساها من طفولتنا في رمضان وحتى وما زالت مستمرة حتى الآن. طب ما فيش تجمع، يعني في كل حتة بيبقى في حاجة اسمها البيت المصري، يعني بيبقى مكان مش رسمي، يعني بيبقى مكان عاملينه الجالية المصرية بيتجمعوا فيه وبتظهر عاداتنا وتقاليدنا هل ده موجود في الكويت؟ ولو موجود بتعملوا فيه ايه؟ موجود، هو من اهم التجمعات اللي بتكون في شهر رمضان، من غطة المحبة.
ودي بتقوم عليها الكنيسة المصرية هنا في الكويت برعاية الأب الغالي الأنبا بيجول. بيكون حريص على تجميعنا من جميع الطوائف سواء كانت المصرية أو الكويتية أو المسلمة أو المسيحية، بجد بتكون ضبطة رائعة جدا بتجمعنا على المحبة والتسامح والسلام. ودي بتكون من أهم الأمور اللي بتحصل عندنا كل رمضان، والأمر ده مستمر من سنة. طيب أستاذة داليا، بالنسبة بقى للتجمعات والطقوس المصرية دايما طول الوقت، الحقيقة الجاليات المصرية بتبقى حريصة ان هي تؤديها ايا كان العيد يعني اللي بنعيشه، مين اللي بيبقى مسؤول عن هذه التجمعات؟ مين اللي بيبقى مسؤول انه يجمع المصريين الموجودين بالكويت؟ مين اللي بيبقى مسؤول عن هذه التنظيمات يا فندم؟ احنا طبعا بنكون في لينا تجمعات بيتم اي امر لازم بيكون بالتنسيق مع السفاره والقنصليه المصريه طبعا، بيكون برضه على تواصل بوزاره الهجره المصريه بحيث ان لما بيكون في اي تجمعات بتقوم تحت رعايه الجهات المسؤوله، لان الامور دي بيبقى ليها ترتيبات خاصه طبقا للقانون الكويتي هنا في دوله الكويت. لكن طبعا احنا بنكون لينا بعض التجمعات الخاصة بنا كمصريين هنا في الكويت. بالتأكيد طبعا طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لدولة الكويت. طبعا بالتأكيد الجالية المصرية يعني عددها كبير، لو نحب نتعرف على احنا عددنا قد ايه في الكويت، الجالية دي بتمثل رقم كام؟ اتفضلي. احنا راوند حضرتك هنا تقريبا حوالي 600 ل 700 ألف في المصري. وبالنسبه يعني 700,000 مواطن مصري. 700,000، انتوا الجاليه رقم كام في دوله الكويت؟ احنا تقريبا الجاليه رقم 2. 2 بعد الجاليه الهنديه. رقم كبير برضه. دكتورة داليا، يعني هل في اختلاف في طقوس الاحتفال بعيد الفطر ما بين احنا المصريين واهل الكويت؟ هل في اي طقوس مختلفه ولا هي نفس الطقوس؟ هو مش طقوس، مش بعيده، مش بعيده كتير. احنا الكويتيين اهلنا وبيننا صله محبه ونفرة كتير، فبالتالي احنا طقوسنا في العيد مش مختلفه كتير. يعني زي ما قلت لحضرتك، من اهم الامور صلاه العيد، من اهم الامور التجمعات العائليه العيديه، تبادل التهاني طبعا، الذهاب للمنتزهات والملاهي. فطبعا احنا مش كتير، يعني الاختلافات مش قويه ما بيننا وما بين الشعب الكويتي، بل بالعكس بنتشارك في التهاني، وبنتشارك في بعض التجمعات بنتشارك فيها في خلال العيد وفي خلال رمضان. ف يعني احنا شعبين شقيقين. طبعا الدكتورة داليا البالي ممثلة الجالية المصرية بالكويت، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيبة مرة تانية.